السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. انتشر مؤخرا الفيروس Xcode Ghost الذي انتشر في بعض التطبيقات في متجر الأب ستور. هالتطبيقات مصابة بسبب استعمال المطورين لنسخة برنامج Xcode مكركة أو مهكرة إذا صح التعبير. برنامج Xcode الذي يتم تنزيله على أجهزة الماك ويتم من خلاله تصميم أو برمجة هذه التطبيقات، أصدر مؤخرا نسخة مكركة استعملها بعض المطورين أدت إلى انتشار هذا الفيروس الذي كان يصيب هذه النسخة، وبالتالي انتشر أيضا في تطبيقات وانتشر في متجر الأب ستور، والعديد من الهواتف تم إصابتها بهذا الفيروس، يعني عدد كبير جدا وعدد كبير للغاية بسبب انتشاره في بعض التطبيقات المشهورة، منها تطبيق وشات، تطبيق دردشة انتشر أيضا فيه هذا التطبيق. الآن المتجر يعني شبه خالي من هذا الفيروس، وتم تنظيف ومسح كل البرامج المصابة بهذا الفيروس، ولكن يوجد بعض التطبيقات التي تم تنزيلها آنذاك في وقت يعني انتشار الفيروس، ولا تزال لحد الآن بعض الأجهزة مصابة، وربما أنت أيضا هاتفك أو جهازك آيوس سواء كان آيفون أو آيباد أو آيبود مصاب بهذا الفيروس الآن. وبهذا في هذه الحلقة أردت شرح لكم طريقة فحص أجهزتكم سواء كانت يعني آيفون أو آيباد أو آيبود، وكذلك الشغالة بنظام iOS 8 وكذلك iOS 9 بدون أي مشاكل، حتى تتمكن من حذف التطبيقات المصابة في حال كان هاتفك مصاب بهذا الفيروس، وفي حال لم يكن مصاب فهذا شيء رائع للغاية. الطريقة سهلة، لا تبتعد كثيرا، ابقى معي، نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفصل عن القصير لأريك طريقة الفحص ومسح التطبيقات المصابة. إذا المشاهد الكريم، في البداية ستقوم بالدخول إلى متصفح سفاري، بعد ذلك ستدخل إلى هذا الرابط طويل بعض الشيء سوف تجده أسفل الفيديو، بعد ذلك ستضغط على هذه الأيقونة هنا حتى يتم تنزيل التطبيق الذي سنقوم بالفحص من خلاله. تنبطق لك هذه النافذة، تضغط على Uninstall الذي انتقلت إلى الشاشة الرئيسية، ستجد أن التطبيق جاري تثبيته، تنتظره حتى يكتمل التحميل وكذلك التثبيت. إذا بعد أن يكتمل تحميل التطبيق تقوم بالدخول إليه هكذا، تظهر لك هذه النافذة تخبرك بأن المطور غير موثوق، تضغط على Cancel، تنتقل إلى الإعدادات، تذهب إلى عام أو General، الآن ستنزل إلى الأسفل تختار Profiles أو ملفات التعريف، تدخل إلى التطبيق كما ترى أمامك، تضغط على Trust، الآن ستنتقل إلى التطبيق مرة أخرى وتقوم بالدخول إليه، يفتح بدون أي مشاكل، الآن ستضغط على هذه الأيقونة ليقوم بالفحص هكذا، الآن يفحص. كما ترى أمامك ظهرت لي هذه الأيقونة باللون الأخضر، تعني بأن هاتفي لا يوجد به هذا الفيروس الخبيث، فيروس Xcode Ghost. إذا لم تظهر لك هذه الأيقونة باللون الأخضر فهذا يعني بأن هاتفك مصاب، ينقلك إلى صفحة أخرى ويخبرك بتطبيقات المصابة التي وجب عليك حذفها، وبالتالي يمسح تطبيقك أو يمسح التطبيق من هاتفك نهائيا. إذا أردت التأكد بعد أن تقوم بحذف تطبيقات التي قال لك بأنها مصابة، قم بالفحص مرة أخرى وستظهر لك الأيقونة هذه باللون الأخضر وعلامة الصح تخبرك بأن هاتفك الآن نظيف وغير مصاب بهذا الفيروس الخبيث. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة وهذا التطبيق قد نال إعجابكم، ورجعني إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على اليمين هنا، قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي، لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي للفيسبوك على الفيسبوك لمتابعة المنشورات التي تقوم بنشرها، كذلك بعض الصور يعني للتواصل معي إذا أردت ذلك، كذلك يمكنك يعني وضع تعليق إذا وجدتك يعني أي مشكلة سواء كانت تشاهد من على المدونة الآن أو من على اليوتيوب. غير ذلك نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.